إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هادئا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل من بركاته ورحماته علينا جميعا. اللهم أنزل من بركاتك وأنوارك وفضلك ورحماتك ونفحاتك علينا جميعا يا رب العالمين، وعلى أهل هذه المنطقة أجمعين يا رب العالمين، وعلى أجوارها وأجوار أجوارها يا ذا الفضل العظيم المبين يا رب العالمين. إخواني وأحبابي في الله، يعني تخيل أخي الكريم الفاضل، لو أنا قلت لك دلوقتي أنت قدامك عقد عمل 10 أيام بمليون جنيه، إيه رأيك؟ ايه رأيك في عقد عمل 10 أيام بمليون جنيه؟ لو طالب هيقولك يا عم ملاش لازم ان انا ادخل امتحانات السنة دي، لو تاجر هيقولك اقفل المحل واسافر ولما ارجع بافتح التجارة بتاعتي تاني، لو موظف هيقولك اخد اجازة من الشغل. ده 10 أيام بمليون جنيه، هي دي فرصة تتعوض؟ احبابي في الله، انا الوقت جاي اتكلم عن 10 أيام اغلى من الدنيا واللي فيها، اغلى من اموال الدنيا واللي فيها، 10 ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر. افضل ايام الدنيا ايام العشر، افضل من رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. افضل من رمضان، افضل من رمضان، افضل من العشر الاواخر من رمضان اللي الناس كانت معتكفة في الجوامع واللي مش معتكف قاعد نص اليوم في الجامع، افضل من العشر الاواخر من رمضان على قول جمهور العلماء، ليلا ونهارا ليلها افضل من ليل العشر الاواخر ونهارها افضل من نهار العشر الاواخر الا ما كان من ليلة القدر طبعا. افضل ايام الدنيا ايام العشر. يا اخواني في الله، احنا مش بنتكلم الوقت عن عقد عمل 10 أيام بمليون جنيه، ده عقد عمل عند الله 10 أيام بالعبادة، الأيام دي لسه عليها أسبوعين، يعني نحن الآن قبل العشر بعشر، الأيام دي لسه عليها أسبوعين. ابن عباس روي عنه إن الحسنة فيها ب700 ضعف، يعني ثواب صفحة القرآن بثواب 700 صفحة، يعني ثواب قراية صفحة قرآن في الأيام العشر افضل من ثواب ختمة قرآن خارج الايام العشر. فمن يضيع هذا الثواب؟ من يضيع هذا الثواب العظيم؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن يوم واحد من العشر اللي هو عرفة اللي هو اليوم التاسع، وهو ليس افضلها، افضلها اليوم العشر اللي هو اول يوم العيد، تخيل، ويتكلم عن عبادة واحدة بس في ذلك اليوم، صيام يوم عرفة، ويقول لك ان الصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، يعني الصيام عمل صالح واحد في يوم واحد يكفر ذنوب سنتين، يعني الصيام 12 ساعة يكفر ذنوب 24 شهر، يعني الصيام الساعة يكفر ذنوب شهرين، يعني صيام الساعة يكفر ذنوب 60 يوم، يعني صيام 60 دقيقة يكفر ذنوب 60 يوم، يعني الدقيقة بيوم، يعني هذه الأيام لا تحسب بالأيام ولا ده تحسب بالساعات وبالدقائق.
الإمام الأوزاعي يقول أن عبادة الله في هذه الأيام العشر كل يوم منها يعدل أجر غزوة في سبيل الله، أجر غزوة في سبيل الله. أنا بقول لك دلوقتي 10 أيام عقد عمل بمليون جنيه، ده صفقة من صفقات الدنيا، ولكن عبادة الله في هذه الأيام لا يعدلها دنيا ولا يعدلها أي كنوز، ولو الأرض كلها ذهب لا تعدل عبادة الله في هذه الأيام. حتى قال بعض السلف أن صيام اليوم فيها بأجر صيام سنة فيما سواها. يعني تخيل لما تصوم 9 أيام من 1 لحد يوم عرفة كأنك صمت 9 سنين في سبيل الله، كأنك صمت 9 سنوات لله سبحانه وتعالى. فإن لم تثقل موازيننا في هذه الأيام فمتى ستثقل؟ لو ما تقلتش ميزانك في الأيام دي أمال هتتقل إمتى؟ إخواني في الله، هل تحرك هذه الفضائل قلبك؟ الفضائل دي بتهز قلبك؟ يا جماعة إخوانا إحنا عايزين نتعامل مع الحياة بفكر الآخرة. تخيلوا كده لو مريض راح لدكتور، فالدكتور بيكشف عليه، ففي أول الكشف لقى عنده دور برد، لما زود الكشف والأشعة شوية لقى عنده قرحة في المعدة، لما زود الكشف والأشعة والتحاليل لقى عنده سرطان. الدكتور هيكلمه عن ايه في دول؟ هيكلمه عن السرطان. ليه؟ لان ده اخطر مرض عنده، ده اكبر مشكلة بالنسبة له. اهو بالنسبة لنا احنا اكبر مشكلة ايه؟ احنا عندنا مشاكل كتير في دنيتنا وفي ديننا. اكبر مشكلة ان غياب التعلق بالدار الاخرة، غياب التعلق باليوم الاخر. لما تكلم شاب في اي مكان وتقول له حرف القرآن ب10 حسنات يقول لك والله ده حاجة جميلة اوي. لو قلت له حرف القرآن ب10 جنيه مش هيبطل. الشاب اللي عايز يتجوز واللي وراه مصاريف حياة مش هيبطل يقرأ القرآن. لما نقول ركعة الفجر اللي هي سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها يقول لك والله العظيم ده حاجة جميلة اوي. لو قلت له سنة الفجر ب500 جنيه مفيش حد هيسيب صلاة الفجر. تخيلوا لو النساء مش بتتزوج على حسب الجمال ولا الغنى ولا النسب، لو النساء بتتزوج على حسب علو الإيمان في القلب، كان واحدة سابت قيام الليل، كان واحدة سابت صلاة الفجر. هي دي الآخرة يا جماعة، هي دي الآخرة. هو ده التفكير بمقاييس الدار الآخرة، إن الدار الآخرة إحنا نتحاسب على حسب الإيمان، على حسب العمل الصالح. تخيل كده لو أنت ماشي في شارع الجلاء وفي عز الظهر والدنيا زحمة نار والعربيات ماشية كلها في اتجاه شارع الثانوية كده بقى وإيه، والدنيا زحمة يعني عما بتخطي 5 متر، ده يزمر لده وده يتشكل مع ده، وفجأة لقينا واحد جاي بكل هدوء أعصاب وبكل برود كده بعربية في اتجاه معاكس وماشي وعايز الناس دي كلها توسع له. ايه ده؟ هي ناقصة؟ ده جاي في اتجاه معاكس، الناس هتعمل فيه ايه؟ الناس هتتضجر منه قد ايه؟ اهو ده العاصي يا جماعة. الكون كله ماشي في اتجاه واحد، الكون كله ماشي في اتجاه طاعة الله، وده جاي في اتجاه معاكس، خلف خلاف للكون كله. الكون كله بيسبح ربنا وبيعبد ربنا وبيتوجه لربنا، وده بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. جاءت فرصة عظيمة للمصالحة مع الله. لو واحد مننا مدير الشغل بتاعه زعلان منه بيقعد يقول اكتر يوم ممكن اعرف اصالحه في ايه؟ طب احب هدية بيحبها ايه؟ حلويات ولا تورتايه ولا ايه؟ وتجيب له احب هدية في احب يوم ليه وتروح تصالحه. اهو 10 ذي الحجة احب الايام الى الله. يبقى صالح ربك باحب الاعمال الى ربك في احب الايام الى ربك. فرصة عظيمة عشان كل واحد مننا يصالح ربه ويتركه في الثواب عند الله سبحانه وتعالى. الباب لسه ما تقفلش يا جماعة. اللي فاتوا رمضان ابواب رحمة الله لم تغلق، ابواب الكنوز والحسنات لم تغلق، ابواب خزائن الله لم تغلق، ابواب السماوات امام دعائي ودعائك لم تغلق. في موسم عبادة تاني عظيم جاي بعد ايام اللي هو 10 ذي الحجة. عارفين هيبدأوا امتى؟ 1 ذو الحجة، هو 6 اكتوبر. 1 ذو الحجة هو 6 اكتوبر، هيبقى يوم حد باذن الله. ده 1 ذو الحجة يعني هيبقى يوم حد، يعني 10 ذي الحجة هتبدأ من اول مغرب السبت بقى، لان الليل بيبدأ قبل النهار. فمن اول مغرب السبت هيبقى ليلة 1 ذو الحجة، و6 اكتوبر اللي هو يوم الحد هتبقى 1 ذو الحجة. تاريخ لا ينسى،
تاريخ لا ينسى. زي ما ربنا جعله نصر لنا في الدنيا كده، يبقى نصر لنا في الدين كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، يبقى نصر لنا على الشيطان، يبقى نصر لنا على النفس، وتبقى أيام عبادة لله سبحانه وتعالى. لما بنسمع اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله في عشر ذي الحجة، ولما بنسمع الذي قاله الله في عشر ذي الحجة، تذوب القلوب يا اخواني. انت جسمك ده له احتياجات، جسمك ده له احتياجات يومية، يعني لازم كل يوم تنام ولو مرة، وجسمك له احتياجات كل كذا ساعة، لازم تاكل كل كذا ساعة، بقى مش مرة في اليوم لا، ده انت بتفطر وبتتغدى وبتتعشى. وجسمك له احتياجات كل ثانية، النفس مفيش حاجة اسمها انها تنفس كل كذا ساعة. كذلك روحك ليه احتياج يومي، احتياج يومي، احتياج يومي انك تقرأ القرآن ولو مرة في اليوم، واحتياج كل ساعة اللي هي الصلوات الخمس كل كذا ساعة تصلي، واحتياج كل ثانية وهو ذكر الله. هذه الايام ايام ذكر لله، ايام ذكر لله. اخواني في الله الدنيا دي اخرتها ايه؟ لو واحد معاه 100 مليار جنيه، لو واحد عنده 50 برج على المشاية، هيسكن في الاخر في ايه؟ في شقة. هيسكن في ايه يعني؟ امال يعني هيقعد الصبح في شقة والظهر في شقة وبالليل في شقة؟ طب لو واحد عنده 100 مليون جنيه هياكل ايه؟ وجبة. امال هيعمل ايه يعني؟ امال هياكل 50 وجبة؟ هو نهايته وجبة. هو طاقة الانسان في التمتع في الدنيا ليها حدود، وده من نعيم الجنة، ان طاقة الانسان في التمتع في الجنة ليس لها حدود. يعني انت في الجنة بتتمتع وتتنعم، مفيش حاجة انها بعد ما اكلت مثلا ايه حتة لحمة شبعت، لا مش كده، ده انت شهيتك مفتوحة. كمان في الدنيا طاقة التمتع لها حدود. فتخيل بقى مهما الواحد اختنى اخرتها ايه، مهما الواحد كسب اخرتها ايه، هو زيه زي غيره. انما يا اخواني في الله في هذه الايام التي فتحها الله، اسمع معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقلبك بقى الحديث ده، ما من ايام، ما من ايام، ما تدورش هنا بس حصريا في العشر الاوائل من ذي الحجة، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. يا ربي ايه ده؟ ده لو واحد بيحب زوجته وعارف، او واحد بيحب، يعني تخيلوا يا اخواني، انا لما اعرف ان ربنا بيحب العبادة في الايام دي قوي، بتحب الذكر يا رب انا مش هبطل ذكر فيهم يا رب، بتحب العبادة فيهم يا رب انا مش هبطل العبادة فيهم يا رب. اللي بيحب ربنا قلبه هيتحرك مع هذا الكلام، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. يعني دي احب ايام الى الله في العبادة. يبقى مش هيأذن لحد انه يعبده فيها غير احب العباد الى الله. يبقى انت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا، شوف هيفتح عليك في العبادة فيها ولا لا. عايز تعرف ربنا بيحبك قد ايه، شوف هيفتح عليك في العبادة في الايام دي قد ايه. ايام دي عايز استعداد يا جماعة، احنا بنتكلم من قبلها باسبوعين ليه؟ موضوع عايز استعداد يا اخواني، الموضوع عايز تقرب الى الله، يعني زي ما بيسموها في الكرة كده تسخين، زي ما بيسموها كده في التجارة قبل الموسم، يعني الوقت موسم المدارس بدأ اهو بعد ايام خلاص المدارس، تجار الشنط المدرسية بقالهم شهرين وتلاتة بيستوردوا الشنط وبيخزنوها. ليه؟ يقولك ده الموسم. انتوا فاكرين يا جماعة ان عند التجار يعني والواحد مارس التجارة بعد التخرج كده حوالي سنة من حياته، انتوا فاكرين ان مواسم التجارة عند التجار هي مواسم البيع؟ لا، ده التاجر بيبدأ الموسم عنده من قبلها بثلاث اربع شهور، بيبدأ من قبلها ليه؟ لان الموسم لسه جاي. اخواني في الله، هذا موسم تجار الاخرة، لازم انك انت تجهز نفسك، لازم انك انت تحضر نفسك، لازم انك انت تجهز قلبك لهذه العملية العظمى. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. الصحابة قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ طب انا رسول الله مش هقعد اصلي واصوم في الايام دي، انا هطلع جاهد، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا له يعني يا رسول الله انت بتقول ان عشر ذي الحجة دي الجهاد، طب انا دلوقتي هطلع جاهد 10 ايام، الاحسن ولا في العشر ايام دول
اعبد ربنا الولى الجهاد في سبيل الله. الصحابة كانوا مبهورين، يا رسول الله ولا الجهاد ازاي؟ ده حنظلة خد الفردوس الاعلى بساعة جهاد يوم بدر، ده حارسة خد الفردوس الاعلى بساعة جهاد يوم بدر، وحنظلة خد الفردوس بجهاد يوم احد، ده جعفر ابن ابي طالب خد الفردوس الاعلى بيوم جهاد في مؤتة. ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله ده انت قلت لنا ان المجاهدين ربنا اعد لهم 100 درجة في الجنة، ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله انت قلت لنا ان الشهيد ينجو من الم الموت، وما ادراك ما الم الموت. لما عمرو بن العاص ابنه بيقول له يا ابي صف لي الموت، كنت تريد رجلا حكيما يصف لك الموت عند موته، فصف لي الموت الآن. قال له يا بني كأن السماوات أطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأني أتنفس من ثقب إبرة. سبحان الله العظيم، ينجو من ألم الموت وينجو من فتنة الممات. يعني تخيل كل واحد مننا على يمينه ملك وعلى شماله ملك، ده بيكتب الحسنات وده بيكتب السيئات. الشاب بقى اللي قاعد في معصية ربنا للنهار، لما بيجي الملكين يسلموا الصحف بتاعته عند الموت، فبيقولوا له جزاك الله شرا عن كل مجلس معصية اجلستنا فيه. طب شاب تاني طائع الى الله، او واحد طائع الى الله، الملكين وما بيسلموا الصحف ساعة الموت يقولوا له جزاك الله خيرا عن كل مجلس طاعة اجلستنا فيه. بيجي الشيطان بقى ساعة الممات ويحاول يشكك العبد في دينه، ده فتنة الممات. ينجو من فتنة الممات، ملوش دعوة ده، وينجو من تحلل الجسد في القبر. يعني الشهيد الذي قبله الله شهيد لا تأكل الأرض جسدا. لما عبد الله، لما جابر بن عبد الله أراد أنه ينقل جسد أبوه بعد ما استشهد في أحد، عبد الله بن حرام ب46 سنة، فرفع يده الحتة اللي في جسمه نزل الدم مكان ايديه، لسه جسمه زي ما هو بعد 46 سنة، بعد 46 سنة. فتخيل انت كده ان الشهيد ملوش دعوه بالكلام ده، والرسول يقول ولا الجهاد في سبيل الله. يا نهار ابيض. وباركين النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ الا ان يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني ثواب عبادتك في 10 ذي الحجة ان اجتهدت فيها زي ثواب اللي ضحى بنفسه وماله وروحه في سبيل الله، فمن يضيع هذا الثواب؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر. يعني فضل 10 ذي الحجة على باقي ايام السنة زي فضل مكة والمدينة كده على موسكو ونيودلهي مثلا. يعني زي فرق ثواب انك تعبد ربنا في مكة والمدينة عن انك تعبد ربنا في سان فرانسيسكو مثلا. وكلها ارض الله وكلها ايام الله، ولكن الله فضل اياما على ايام. افضل ايام الدنيا، طب انا عايز افوز بافضل ايام الاخرة، يبقى فوز بافضل ايام الدنيا. يا جماعة، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات ربه، العلماء كثير من المفسرين قال لك اتممناها ب10 اي 10 ذي الحجة. يعني 10 ذي الحجة كان سيدنا موسى على جبل الطور يعبد الله ليل نهار عليه الصلاة والسلام، اتممناها ب10 اللي هي 10 ذي الحجة. فالعلماء قال لك سيدنا موسى له 40 يوم ميقات، واحنا لنا 40 يوم ميقات، ال30 بتوع رمضان وال10 بتوع 10 ذي الحجة، يبقى 40 يوم ميقات احنا كمان. يبقى اللي عبد ربنا في رمضان يتم الميقات بتاعه بال10 ذي الحجة، يبقى تم ميقات ربه كمان. سبحان الله العظيم. يعني 10 ذي الحجة دي العلماء اتكلموا فيها كلام في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. هذه هي الايام التي بنى ابراهيم فيها الكعبة لله، هذه هي الايام التي كان موسى على جبل الطور يعبد الله بلا طعام ولا شراب فيها، في وتسلم فيها التوراة واخذ فيها التوراة من رب العالمين. هذه الايام العظيمة التي يهتف الناس فيها من كل اجزاء الارض لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. دي ايام تلبية لله، ايام كل الخلق بيقولوا ربنا جايين يا رب، مقبلين يا رب، تائبين يا رب، معظمين يا رب. هذه الايام العظيمة، افضل ايام الدنيا. تخيل بقى افضل ايام الاخرة، والواحد مثلا في خيمة في الجنة لؤلؤة 60 ميل طول في 60 ميل عرض، يعني 90 كيلو في 90 كيلو. الشقة اللي كانت بتتباع في القاهرة 50 مليون جنيه كان مساحتها 1000 متر،
ألف متر. تخيل انت ساكن في شقة في الجنة مساحتها 90 كيلومتر، تخيل دي تمنها ايه اصلا، ولا مين اللي يعرف يجيب تمنها اصلا مهما حصل. وانت في خيمتك تلاقي نداء يا اهل الجنة، ان الله يستزيركم، ان الله يستزيركم، ان تزوروا ربكم. تروح تلاقي في منابر من نور، وراها عروش من ذهب، وراها كثبان من مسك. فيجلس النبيون والشهداء على منابر النور، ويجلس الصديقون والصالحون على عروش الذهب، ويجلس باقي الخلق على كثبان المسك. ثم يكشف الحجاب فينظر الجميع إلى وجه الله، فما أعطوا شيئا في الجنة أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. يعني عايز أقول لك إيه، عايز أقول لك إن ده أفضل أيام الآخرة. عايز تفوز بأفضل أيام الآخرة، اجتهد في أفضل أيام الدنيا، اجتهد في أفضل أيام الدنيا. يا جماعة ساعة الحشر، ساعة الحساب، بيقف الخلق 40 سنة قبل ان يبدأ الحساب. يعني بعد تطاير الصحف كل واحد مسك صحيفته يقرأ فيها حسناته وسيئاته. الحساب ما بيبدأش بعدها، بيظل الخلق 40 سنة في ارض المحشر. ليه؟ كل واحد عاش في الدنيا دي ما بين البلوغ لحد الموت حوالي 40 سنة متوسط كده. يعني بلغ وعنده كم سنة لحد ما مات حوالي 40 سنة. اقف زيهم، حاسب نفسك انت الاول على اللي انت عملته فيهم. قلت سبحان الله، رمضان 30 يوم، وعشر ذي الحجة 10 ايام، 40 يوم. انا لو عبدت ربنا الاربعين يوم دول انجو من وقفة 40 سنة في ارض المحشر. عايز تهون على نفسك 40 سنة، اعبد ربنا 40 يوم. يعني هذه الايام بكرة هنعرف يا غالية قد ايه هذه الايام. عشان كده ربنا يقول لك والفجر وليال عاشر، ربنا بيقسم بعشر ذي الحجة، والعظيم لا يقسم الا بعظيم. ده ايام كل ليلة فيها ربنا اقسم بها في القرآن، وليال عاشر، فالعظيم لا يقسم الا بعظيم. عشان كده ربنا بيقول لك والفجر اعظم عبادة في اليوم، وليال عشر اعظم عبادة في السنة، والشفع والوتر الصلاة، والليل اذا يسر قيام الليل. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هو في واحد عاقل ما يعرفش قيمة الطاعات دي وقيمة المواسم المهولة دي؟ عشان كده ربنا في اخر الصورة، صورة الفجر ده، ايه بيقول لك؟ ايه؟ كلا اذا دكت الارض دكا دكا. يا ربي دك، يقول لك مثلا هتلر دك فرنسا في الحرب العالمية الثانية، دك لفظ صعب جدا، دكا دكا، كأن ربنا بيقول لك انتوا مش عارفين الارض دي حصل عليها ظلم قد ايه، حصل عليها مظالم قد ايه، حصل عليها معاصي قد ايه. فيوم القيامة الارض دي بتدك. كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك، عشان الحساب، والملك صفا صفا، زي الجيش كده لما يقف صفوف كده، الملائكة واقفة صفوف. وجاء يومئذ بجهنم، الله اكبر، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. اسمع، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اهي دي ساعتها يقول يا ريتني، يا ريتني ما ضيعت موسم من مواسم العبادة دي، يا ريتني كنت اغتنمت الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، اللي هو اخر اخر ساعات في الليل قبل الفجر، اللي هو وقت قيام الليل ثلث الاخير من الليل. يا ريتني ما كنت ضيعت المواسم دي، يا ريتني كنت عرفت قيمتها، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني ما كنت ضيعت فيها اي موسم. ربنا جايب لك ندم واحد على مواسم الطاعة اللي كانت موجودة في الدنيا، ندمه يوم القيامة. ولكن ولا تحين، ولا تحين مناص اخواني في الله. عشر ذي الحجة موسم عظيم عظيم عظيم، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل، ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. ما من عمل ازكى عند الله، ازكى يعني لما اعمالك تعرض على الله كل يوم اثنين او خميس، او تعرض على الله يوم العرض الاكبر يوم القيامة، اكتر عمل يجعل الله يحبك هو هذه العبادة في هذه الايام. ولا اعظم اجرا، اكتر اعمال تتقل الموازين كفة الحسنات، من خير، اي خير بقى، اي خير، صيام، صدقة، قرآن، بر والدين، صلة رحم، صلح بين مسلمين، من خير يعمله في عشر الاضحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام احب الى الله
ولا أعظم عند الله من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. ما من أيام أحب إلى الله ولا أعظم عند الله العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. أكثروا ديت يعني علو الهمة، وهذه أيام أقسم الله بها وشاهد ومشهود. المشهود اللي هو يوم عرفة، من كتر ما تشهده الملائكة. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، معلومة عند أهل السماء، معروف قدرها عند أهل السماء. فإذا كان هذا إخواني هو قدر هذه الأيام عند الله، فما قدر هذه الأيام عندك؟ أفضل أيام الدنيا يعني أفضل صلاة فجر هتصليها طول السنة، أفضل أيام الدنيا يعني أفضل جلسات ضحى هتقعدها طول السنة، أفضل أيام الدنيا يعني أفضل تلاوة قرآن وذكر لله هتذكره طول السنة، أفضل أيام الدنيا يعني أفضل صيام نفل هتصومه طول السنة. فمن يضيع هذا الأمر؟ اللي عايز يعرف قدره عند الله وحب الله له فلينظر في هذه الأيام أين أقامه الله وكيف أقامه الله. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، تخيل أخي الحبيب كده، أنت ماشي في الشارع فلقيت واحد ماشي، واحد راجل وقور وكل حاجة، خبطت معاه، اتشكلت مع بعض أي سبب من الأسباب، بس اتشكلت شكلة جامدة. فبعد ما مشيت وانت مزعله كده، واحد قالك انت عارف ده؟ قلت له اه. قالك ده لواء؟ قلت له ايه؟ قالك لواء. لواء ده لواء شرطة. انت هتبقى امن وانت قاعد في بيتك؟ انت صار ان هو ممكن يعمل فيك ايه؟ يعني انا عايز اقول يا اخواني انك لو زعلت واحد من وجهاء الدنيا بتبقى خايف هو ممكن يعمل ايه. امال يا جماعة اللي بيتجرأ على حدود مالك الملك سبحانه وتعالى وهو لا يهاب، وهو ده اغترار في رحمة الله. ربنا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. عايزين نعبد ربنا صح يا جماعة، عايزين نعبد ربنا عبادة حقيقية. يا اخواننا العشر أيام دول أنا مش قادر أتخيل لو واحد نايم في المقابر فيهم وعدت العشر أيام عليه وهو بيوجه لنا رسالة بيقول يا جماعة عبدوا ربنا، انتوا مش حاسين يعني ايه صحيفة اتقفلت، انتوا مش عارفين يعني ايه بني ادم ما عادش ينفع يقول توبته الى الله، ولا عاد ينفع يقول يا رب، ولا عاد ينفع يقول استغفر الله. انتوا مش حاسين يعني ايه انسان ما عادش عنده عين يبص فيها في المصحف، ولا لسان يذكر به الله، ولا رجلين يروح بها المسجد. اخوانا يعني عايزين نعبد ربنا. حدش فينا عارف عشر ذي الحجة اللي بعدهم هنبقى فين. عايزين نعبد الله، عايزين نغتنم عشان نبقى من اولياء الله الصالحين، عشان نبقى من المقربين. ان رحمة الله قريب من المحسنين. هتعيش رحمات حياتك كلها لو انت احسنت عبادة الله في هذه الدنيا. عشان كده يعني نبدأ نعمل بروفة بقى. اول حاجة ممكن نعملها في عشر ذي الحجة، عايزين نجيب 700 ختمة قرآن. ايه 700 ختمة؟ ازاي؟ مش قلنا ان ابن عباس روى عنه ان ثواب الحسنة ب700؟ لو جبت لك ختمة يبقى كانها ب700. طب ما تبدأ الختمة من الوقتي بحيث انك حتى تيجي في عشر ذي الحجة لو قريت لك جزء او جزئين في اليوم تقدر تختم في هذه الايام فتفوز بثواب الختم في هذه الايام. ادي فرصة. حاجة تانية الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة بعيد عن جهنم. طب لو 9 ايام بتوع عشر ذي الحجة، 70 في 9 بكام؟ 630 سنة مباعدة عن النار 630 سنة، غير المضاعفة اللي في هذه الايام. فتخيل كده لو انت خدت الثواب ده، لو انت خدت هذا الثواب يباعد وجهك عن النار دي. طب انا عايز اصوم في 9، طب ما نتعود من الوقتي، طب ما نسخن حتى 2 وخميس من الوقتي، لسه 2 اسبوع اهو، يعني 2 وخميس و2 وخميس من الوقتي، يبقى نبدأ نسخن في الصيام، نبدأ نتجهز. وبفضل الله المغرب قاعد اهو يقرب والفجر قاعد يبعد، يعني بنرجع تاني بقى للتوقيت الشتوي بقى، ان الليل النهار بيبقى خفيف في الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل ايه تاني في عشر ذي الحجة؟ يا اخي في الله خليك زي الشمس. الشمس ملهاش اجازة رسمية ولا ليها عطلة نهاية خدمة ولا ليها، الشمس دي بتنور على طول. المسلم كده، المسلم ما بياخدش اجازة من نشر النور. انت مسلم يعني انت زي الشمس،
لازم تنور للناس حياتها. كلم اهل بيتك، كلم زوجتك، كلم جيرانك، كلم اصحابك، كلمهم عن عشر ذي الحجة، خليهم يجهزوا، انشر القضية في الدنيا. اللي هيعبد ربنا بسببك هتاخد ثواب كل عبادة عبد ربنا فيها في العشر ايام. ان انا ادي الواحد سمكة انا خدت ثوابه لحد ما كلها، انما ان انا اعلم واحد يصطاد انا خدت ثوابه لحد ما يلقى الله. عايزين ندل الناس على الخير، عايزين. انت مسلم اذا انت داعية. ده من الحاجات اللي ممكن نعملها في عشر ذي الحجة. تعرفين لو واحد غني كتب لواحد شيك على بياض وادهوله، يعني ده دي اجابة الدعاء بقى يا جماعة، كأن ربنا ولله المثل الاعلى مديك شيك على بياض. يا عم ادعي ربنا، يا عم قول يا رب. زي النهاردة الجمعة، الساعة الاخيرة من يوم الجمعة ساعة اجابة، الساعة الاخيرة من يوم الجمعة ساعة اجابة. انت ما عندكش مشكلة، ما انتش تعبان وعايز ربنا يشفيك، ما انتش عندك مشكلة مادية، ما عندكش مشكلة صحية، ما عندكش مشكلة اجتماعية او خلاف في البيت ونفسك انه يتحل، مش نفسك ربنا يصلح احوال البلد وعايز تدعي البلد، مش نفسك ان ربنا يصلح احوال ديني او دينك او ايمانك او قلبك. الله، يبقى من الذي يضيع هذه الساعة؟ ساعة الاجابة قبل ان تغيب شمس الجمعة، الساعة اللي قبل المغرب دي. حتى ان البعض قالك ده من العصر للمغرب، يا عم خلينا الساعة اللي قبل المغرب تيجي المسجد او تقفل على نفسك اوضتك وترفع ايدك وتقول يا رب يا رب. احد السلف يقول اني اخشى ان احرم الدعاء اكثر من ان اخشى ان احرم الاجابة. يعني كلمة رفعت ايدك وانت بتقول يا رب، دي فتح من الله. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء، الدعاء ده فتح، انك ترفع ايدك وتقول يا رب ده فتح، ربنا فتح عليك. وبدام فتح عليك في رفعة ايدك هيفتح عليك في دينك ودنياك واخرتك، ده فتح من الله. فكيف تضيعه؟ فكيف تضيعه؟ قرأت حديثا في الحاكم غريب، مستدرك الحاكم، يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يأتي بالخلائق يوم القيامة، فيأتي بعبده فيقول هل كنت تدعوني في الدنيا؟ انت كنت بترفع ايدك وتقول يا رب في الدنيا؟ اوعى اوعى ساعتها تقول يا رب انا ما كنتش بدعوك، انا يا رب ما كنتش مجتهد في الدعاء. ده سؤال من اسئلة العرض على الله. مهنا الوقتي عندي ازمة واخويا جنبي ما سألتوش، يبقى ايه؟ يا اما مستفقره يا عم وعنده حاجة يديها لي، يا اما مستبخله يا عم وهيرضى، يا اما مستجهله هو حاسس بيا اصلا ولا داري بيا. فمن من هؤلاء ربك؟ كلنا عندنا مشاكل. معنى انك ما بترفعش ايدك وتتوسل، انت ظنك في ربنا ايه؟ فربنا بيسأل عبده هل كنت تدعوني؟ عشان كده من لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، فيقول نعم يا رب كنت ادعوك. اسمع ربنا يقول له ايه؟ فانك لم تدعوني دعوة في الدنيا الا عجبتها لك، ولا مرة انت قلت يا رب لو استجبت ليك. فالعبد مش يعني مش هينفع يتكلم، لان مش كل الادعية استجيبت، في ادعية استجيبت وفي ادعية ما استجيبتش. فربنا بيقول له انك لم تدعوني دعوة في الدنيا الا استجبتها لك، ولا مرة قلت يا رب لو استجبت ليك. فربنا يعلم عبده بقى الموضوع ايه، يقول له الم تدعوني يوم كذا وكذا لكرب نزل بك ان افرجه عنك ففرجته؟ فيقول نعم يا رب، فعلا اليوم الفلاني كنت مزنوق وحلت كرب وقلت يا رب وانت استجبت لي. يقول له ألم تدعوني يوم كذا وكذا لكرب نزل بك أن أفرج فلم أستجب لك؟ أيوة يا رب فعلا، مرة كان في مشكلة وقلت يا رب وما تحلتش. يقول له فإني أعطيتك مكانها في الجنة كذا وكذا. الله أكبر. العبد يقول يا رب، طب يا رب ما كنتش عايز حاجة تستجاب خالص، يعني البيت ده في الجنة بالدعوة دي. ربنا يقول له ألم تدعوني يوم كذا وكذا لحاجة فأعطيتك إياها؟ يقول له أيوة يا رب فعلا، مرة كان نفسي في فلوس ودعيتك وجدتني. يقول له ألم تدعوني يوم كذا وكذا لحاجة فلم أعطك إياها؟ أيوة يا رب حصل، فإني أعطيتك بها في الجنة كذا وكذا. يقول لك فيتمنى العبد ان لو لم تكن له دعوة اجيبت في الدنيا. يقول يا خسارة، يا ريت ما كانش في حاجة استجيبت لها في الدنيا، كل دعوة بنعيم في الجنة وكمان باجابة في الدنيا. انك لم تدعوني دعوة الا استجبتها لك. ربنا كريم،
ربنا ودود، ربنا غني، ربنا عظيم، ربنا قادر انه يحل لك كل مشاكل حياتك، ربنا قادر انه يشفيك ويهديك ويفرج كروبات احبابك اللي مؤلماك كأنك انت اللي مبتلى بيها. ربنا قادر انه يغير الحالة يا جماعة، ربنا قادر انه يبدل الحال تماما، ربنا قادر على كل شيء. وليس بيننا وبين ان تنهمر علينا عطاءات الله الا كلمة يا رب، الا الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم ازل همنا وغمنا، اللهم ادي الديون عنا، اللهم ادي الديون عن مديننا، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم غير حالنا لاحسن حال، اللهم غير حالنا لاحسن حال، اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعينك التي لا تنام، اللهم فرج كرب اهل مصر، اللهم فرج كرب اهل مصر، اللهم انزل من بركاتك ورحماتك على مصر، اللهم الف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، اللهم الف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم احفظ مصر، اللهم يا من ذكرتها في القرآن، اللهم يا من ذكرتها في القرآن، اللهم يا من شرفتها وكرمتها في القرآن، اللهم انزل من بركاتك على اهلها، اللهم انزل من رحماتك عليها، اللهم انزل من نفحاتك وانوارك وفضلك عليها، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم، اللهم انزل هدايتك علينا جميعا يا رب، اللهم انزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال ونساء واطفال مصر، اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، وطهر مصر من الزنا والخنا، وطهر مصر من الرشوة والربا، وطهر مصر من الخمور والمخدرات، وطهر مصر من التبرج والسفور، وطهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ومن كل صلاة ضيعناها، ومن كل معصية سر جعلناك فيها اهون الناظرين الينا، ومن كل امر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ومن كل نظرة حرام نظرناها، يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا من ذنوب الليل والنهار، اللهم بلغنا عشر ذي الحجة، واجعلنا فيها من القانتين الصالحين المصلحين، اللهم اجعلها ايام بركة ورحمة وفضل منك علينا جميعا يا رب العالمين، اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انك ولي ذلك القادر عليه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.